هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمان واتكل انت على الله على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولة سيب لي انا بقى الواد ده اوديكه على واحدة ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت انت. ايوه انت يا بسلوبيت، تعال تعال بسرعة. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجة افطر بيها حاكم، انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ شوف شوف اه بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف. طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكل لك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دول؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعه البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيره اللي هو الحيوان ده. ايه ده دول؟ انا مساعد الراس الكبيره ايه يعني؟ الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودن، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجه تيجي تقول له على طول. ماشي يا دول، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت يا اد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك يا اد، طلع ايدك من جيبك. انت بقى هنا هو وظيفتك المرمطون الصبي الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غير. هنمرمطك هنمرمطك. ايوه دوله، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هنمرمطك. طيب طيب، انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه يالا؟ لا ده انا هبطلك. طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكرة من العادة حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغة خالص. صح؟ 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 خالص خالص. الواد أراك يا دولا. بس يا حيوان أنا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل إيه؟ ولا رمزي؟ نعم دولا. اتكل على الله يلا، روح هات العفريتة اللي أنت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دولا حاضر. دولا على فكرة الطاقية اللي في إيده دي أنا حاسس إن هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها يا دولا. على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط. دي له القميص يا لا دولا على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تدي له العفريته ابقى ادي له البنطلون يا ماشي. ادو يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما اقعد افهم في مين. يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه، ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل وانا اقول الاكل طعمه جليسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه، واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقول لك ايه،
اوعى تنسى ان تصور لي عاد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله، مش دي نقابتي؟ ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل، قلم، منقله كده يعني. صوروا بس، صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي، هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي، حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه. هتاكل يالا، ده هتعملي فيها بتتكسر. بصراحه يا ماجد باشا يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية. ده انا حاسس ان هيجيلي تسمم من كتر نظافته. ده مطعم السويس. ايه ده؟ يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 حبيبي انت يا كبير، ارص لك حجر. لا لا لا، انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي، انا هلم بقى الاكل. وسايق عليك النبي يا ماجد باشا، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا. وبصراحه عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني. قول حبيبي بتبيعني يا واطي بغدوه؟ على فكره دول ما تظلمنيش، دي مش غدوه، ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي، حسابك معايا بعدين. ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي، اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام، ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف ياض، قوم واقف ياض وانا بكلمك ياض. ايه مالك؟ سوري. تفر اللي بالي لبقك دي ياض وانت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا، معسل. يا عسل يا عسل، معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي هتروح تعملها لي كلها. ها، وبعد ما تخلص الطلبيه هتروح لهم على البيت عندي. شوف عايزين طلبيه تانية، طلبات تانية تعملها. بعد ما تخلصها تجيلي على البازار عشان هتسيق البازار وتنضفه. وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطرب. خلاص كده، عايز حاجه تاني؟ باي. ايه الواد ده؟ تجنن العربية دي يا مامي، تجنن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يو خليكوا حنينين عليه شوية. النبي هو بيجيب حاجة. ها؟ هاي، منزل عادل سعيد؟ انت مين؟ انا ماجد، بشتغل عنده جديد في البازار. جبت الطلبات؟ تعالوا. خد انت وصاحبك استنوني تحت في العربية عشان انا سايبها مفتوحة. شغل يا باشا. يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه؟ ده مديني 30 جنيه، انا جايب الحاجات البسيطة دي بألف جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. ألف جنيه؟ ايه ده؟ دي حاجات نظيفه قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا مامي. مش معقول انت جبت الكريم ده؟ هو موجود في مصر؟ ده تمنه 200 باوندز. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. هو قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه. وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل؟ ده مكان لوكلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم. ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين نزيه زي ابوك. بقول لك ايه، اوعى تكوني ست صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ على جبهتك عنا بيتنا، لا خضرة وجلينا بترى
رب ربنا عينك.